طيب احنا بس هنوضح حاجة عشان كتير سألوا عليها في الجزء اللي هو بتاع الـ exact differential. يعني نفترض ان الفانكشن اللي هي السمول اف ديت هي بتكتب ب يعني بدلاله فيكتور فانكشن، يعني بدلاله مش سكيلر فانكشن، بدلاله فيكتور فانكشن اسمها كابيتال اف زي ما هنشوف دلوقتي. يعني لو عندنا في فيكتور فانكشن اسمها كابيتال اف، هي فانكشن اوف اكس واي، دي عباره عن اف 1 اوف اكس واي دوت جي او في اتجاه جي بلس اف 2 اوف اكس واي، ده في اي سوري وده جي. واحنا عندنا عارفين الدي ار اللي هو الديفرنشال اليمنت بتاع الديستانس، ده هيساوي اكس في اتجاه الاي بلس واي في اتجاه الجي. نعم سوري دي اكس، صح سوري، دي اكس في اتجاه الاي ودي واي في اتجاه الجي. تمام، فاحنا هنعرف ان الدي اف دي سمول اف هي عباره عن اللي هي اف اللي هو الفيكتور اف دوت الدي ار، فده هيساوي ايه؟ هيساوي الكلام اللي احنا كنا كاتبينه ان هي اف 1 اوف اكس واي دي اكس بلس اف 2 اوف اكس واي دي واي. تمام كده؟ واحنا قلنا ان هو ان الانتجرال دوت دي اف، تمام، اللي هو نفسه اللي هو الانتجرال اللي هو ده اهو اللي هو اف 1 اف 1 اوف اكس واي دي اكس بلس اف 2 اوف اكس واي دي واي. تمام، ان الانتجريشن دوت ما بين النقطتين اللي هي 1 و 2 هو نفسه الايه؟ الانتجريشن اللي هو هي دي جايه من دوت اللي هو الدوت برودكت، الدوت برودكت اللي هو اف دوت دي ار. تمام كده؟ احنا بنقول اف 2 دي 1 هي؟ ماشي سوري. تمام كده. طيب واحنا بنقول دلوقتي ان الاكزاكت ديفرنشال بيبقى الكلوزد انتجرال بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. يعني لو هنكتب نفس الكلام دوت نكتب ديت بقى على طول ان الكلوزد انتجرال لاف اللي هي ديت الفيكتور اف تمام دوت دي ار ايكوال زيرو. تمام، الفيلد الفيكتور فيلد اللي هو بيطيع او اوبي ذيس ريليشن بنقول عليه كونزرفاتيف فيلد. تمام، يعني احنا مثلا عندنا في الالكتروستاتكس عندنا الالكتريك فيلد بيبقى بيطيع الايه؟ الايكويشن دي بالظبط. تمام، بيبقى الكلوزد انتجرال اي دوت دي ار ايكوال زيرو، فبنقول على الالكتريك فيلد في الحاله دي بنقول عليه ايه؟ كونزرفاتيف فيلد. او لو ده كان الالكتريك فورس برضه نفس الكلام بنقول عليها ايه؟ كونزرفاتيف فورس. تمام، بيبقى بقى البوتنشال اللي هو بيكتب ان ترمز اوف ذيس كونزرفاتيف فيلد او كونزرفاتيف فورس اللي هو البوتنشال عندنا اللي هو اكنه زي الدي اف. تمام، هي في الحاله ديت بتبقى ايه؟ بتبقى اندبندنت اون ذا باث، وده في حاله برضه الورك في الالكتروستاتكس، يعني غير الورك اللي هو عندنا في الحاله بتاعتنا في الثيرموداينامكس. تمام، فالورك في الالكتروستاتكس هو جاي من كونزرفاتيف فيلد او كونزرفاتيف فورس، فعشان كده هو الايه الورك هناك ده هو ممكن يعتبره ان هو ستيت اوف فانكشن، يعني لان هو اندبندنت اون باث. واضحه كده؟ برضو من ستوك ثيوري احنا ممكن نكتب ديت ان هي يعني
نستنتج منها ان نابلة كروس الفانكشن ديت اللي هي الفيكتور فانكشن اف هي لايكوال 0. فهنا هي مش نابلة كروس اف سمول، هي نابلة كروس اف اللي هي اف كابيتال اللي هي الفيكتور فيلد هنا، تمام؟ وده برضو بنسميه يعني هي برضو لو حققت الكونديشن ده بنسميها كونزرفاتيف ايه، كونزرفاتيف فورس. زي برضو عندنا في الالكتروستاتكس احنا كان عندنا نابلة كروس اي لما كان بيساوي زيرو، ففي الحالة ديت نقدر نكتب الاي ان هو عبارة عن ايه، جريديانت اوف سكيلر فانكشن اللي هي البوتنشال. فكنا منها ممكن نكتب ان الاي بيساوي ماينس جريد فاي، حيث فاي ده اللي هو الورك او الاي البوتنشال، تمام؟ فالبوتنشال في الالكتروستاتكس او الورك في الالكتروستاتكس مختلف عن الورك في الحاله بتاعتنا. في الالكتروستاتكس هو باث اندبندنت، اما في الحاله بتاعتنا فهو باث ديبندنت. مثالي واضحه خلاص. وبرضه كان في واحد من زمايلكم في الحاله ديت بقى اللي هي في حاله ان نابله كروس اف ايكوال 0 في الحاله دي، لو عملت الديتيرمنت بتاعها هيطلع برضه ان بارشل اف 1 اوف اكس واي باي بارشل اعتقد باي بارشل واي ايكوال بارشل اف 2 برضه ممكن نتأكد. تمام. ايوه انا بقول لو عملت الديتيرمنت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ده كده. تمام؟ كان في حد يسألني. تمام. طيب ده بالنسبه للي اتكلمنا عليه اللي هو الاكزاكت ديفرنشال. هنكمل دلوقتي مع الانتروبي. زي ما قلنا ان الانتروبي هنا هو عباره عن ميجرابل او ميجرمنت للنمبر اوف ستيتس او نمبر اوف مايكرو ستيتس اللي هي موجوده ان سيرتن ماكرو ستيت، تمام؟ في الحقيقه ده از نوت ميجرابل، يعني ده ما بنعرفش نقيسه. ليه؟ لان المايكرو ستيتس احنا صعب ان احنا اصلا نقيسها، ما بنعرفش عنها اي معلومات. فاللي احنا بنقيسه مش هو ده بالظبط، احنا بنقيس الميجرد انتروبي اللي احنا بنقيسه بيبقى عبارة عن الديفرنس ما بين التوتال انتروبي ماينس الايه؟ الانتروبي اللي هو ناتج عن المايكرو ستيتس زي ما هنشوف دلوقتي. فهنعرف حاجة هنا اللي هي التوتال انتروبي اللي هي عبارة عن الميجرد انتروبي ده هنسميه اس بس، بلس الاس اللي هنسميه اس مايكرو. والاس مايكرو هو دوت، هو ايه؟ اللي احنا بنقيسه، اللي احنا بيبقى فيه الاوميجا هنا هي بتبقى النمبر اوف مايكرو ستيتس. هنا الاوميجا دي ديت نمبر اوف مايكرو ستيتس اللي هي موجوده ان سيرتن ماكرو ستيت. يعني عندنا زي ما قلنا امبارح عندنا في ماكرو ستيتس، كل ماكرو ستيت بيبقى تحتيها في عدد كبير من المايكرو ستيتس. فلو انا دلوقتي عند بارتيكولر ماكرو ستيت، تمام، ليها سيرتن نمبر اوف مايكرو ستيتس اللي هو الاوميجا، تمام، فهيبقى لين اوميجا تايمز الكي بي هو دوت الايه؟ الانتروبي. الاس ديت ده بقى الميجر، ده اللي احنا بنقيسه، ده اللي هو ميجرابل، ممكن ده اللي نقيسه في المعمل، وده اللي ناتج عن الماكرو ستيتس. ده اللي ناتج عن الماكرو ستيتس، اي يعني النمبر هنا اللي احنا بنطلع له اللوغاريتم اللين هو ده number of macro states is not the number of micro states.
for just or for a particular macro state. احنا بنقيسه بدلاله الايه هو العلاقات بتاعته. تمام. فدلوقتي لو هنقول مثلا اللي احنا عندنا ان احنا عندنا في عدد معين من الماكرو ستيتس. تمام. وفور اقول فور اللي هو الايس ماكرو ستيت، يعني الماكرو ستيت اللي هي رقم اي. تمام. هيبقى عندنا نمبر اوف مايكرو ستيتس ايكوال ان اي. اقول ذير از ا نمبر اوف مايكرو ستيتس ايكوال ان اي. يبقى الان اي دوت هو عباره عن نمبر اوف مايكرو ستيتس اللي موجوده في الماكرو ستيت اللي هي رقم اي. يعني ده عدد المايكرو ستيتس اللي موجوده في ماكرو ستيت اسمه اي، رقم اي. تمام. فيبقى احنا دلوقتي لو عملنا سميشن على الان اي ده هيطلع لنا التوتال نمبر اوف مايكرو ستيتس. ده بقى المايكرو ستيتس اللي موجوده في السيستم كله فور اول ماكرو ستيتس. معايا؟ يعني لو عملت صم على كل المايكرو على كل الماكرو ستيتس، كل واحد فيهم ليه نمبر معين من المايكرو ستيتس. لو عملت صم فور اول ذا ماكرو ستيتس هيديني توتال نمبر اوف مايكرو ستيتس. يبقى الان ده ذا توتال نمبر اوف مايكرو ستيتس. تمام. طب احنا عندنا البروبابيلتي ان الاقي السيستم موجود في ماكرو ستيت اللي هو رقم اي. البروبابيلتي اللي هي البي اي ديت الايه البروبابيلتي تو فايند ذا سيستم ان ذا ماكرو ستيت اللي هو نمبر ايه نمبر اي اللي هو الايث ماكرو ستيت. فدي بتساوي كام بالظبط؟ احنا قلنا طبعا النمبر هنا كبير، فهنا الليمت الايه هيبقى هنا ايه يعني كويس جدا، ده جود ابروكسيميشن مفيش فيه اي مشاكل، ان هو بيساوي ان اي اوفر ان. قلنا لان هنا نمبر اوف ان از ايه يعني لارج فيري لارج ايه نمبر اوف مايكرو سيتس. لا هي هنا ده النمبر اوف يعني لكن انا الكونتش فانكشن هي اكنها زي البروبابيلتي بتاع كل يعني يعني لو انت هتاخدها بالمعنى ده هي اكزاكتلي حاجه زي كده. تمام. فهنا البي اي ده عباره عن البروبابيلتي ان انت تلاقي السيستم في ماكرو ستيت اللي هو رقم اي اللي هو الاي في ماكرو ستيت. تمام. طيب يبقى احنا عندنا بقى الاس توتال ده هيساوي كام؟ الاس توتال ده هيساوي ايه؟ هيساوي من الايكويشن هناك هيساوي كي بي لين ايه؟ ها؟ لين ان، لين كابيتال ان. تمام؟ ده لكل المايكرو ستيتس، كل المايكرو ستيتس فور اول ماكرو ستيتس. معايا؟ فده هنا في الحاله دي هو الاس توتال ده هو في الاس اللي هو الميجرد اللي هو اللي جاي من الماكرو ستيتس زي برضه في الاس اللي هو المايكرو اللي هو ناتج عن المايكرو ستيتس. يعني لو هناخد مثلا مثال مثلا يعني مثال توضيحي كده عشان نفرق ما بين الثلاثة الاس والاس توتال والاس مايكرو. يعني احنا هنقول ان الاس توتال هي بتساوي الاس اللي هي الميجرد زائد الايه الاس مايكرو. تمام كده. لو عندنا سيستم دلوقتي فيه 5 ماكرو ستيتس، في 5 ماكرو ستيتس، يبقى هنا الاس بتساوي كام؟ يعني عندنا هنا اهوت
five macro states. فالاس في الحاله ديت هتساوي كام؟ هتساوي كي بي ها لين 5. تمام. طب بقول for each macro state there is three micro states. لكل واحد فيهم في 3 micro states. يبقى الاس micro هنا هتساوي كام؟ كي بي لين كام؟ لين 3. لا لين 3 صح. انا بقول المايكرو دي اللي هي موجوده هناك في الاخر خالص هي دي فور سيرتن ماكرو ستيت. تمام. ليه عدد معين من المايكرو ستيت اسمها اوميجا. تمام. فبقول دلوقتي لكل ماكرو ستيت ليه عدد معين من المايكرو ستيتس رقمه 3. فيبقى اس مايكرو بتساوي ايه؟ 3. تمام. طيب لما انا اعمل صم للاثنين مع بعض عشان اطلع التوتال هتساوي كي بي، ممكن اخدها كومن، هيبقى عندنا هنا لين 5 بلس لين 3 اللي هو هيطلع لين كام؟ لين 15. هيطلع كي بي لين 15. يبقى ال 15 دولت لو انا عديتهم هو دولت التوتال نمبر اوف ايه؟ اوف مايكرو ستيتس. احنا عندنا 5 مايكرو ستيتس فكل واحد فيه 3 مايكرو ستيتس، يبقى التوتال نمبر اوف مايكرو ستيتس بتساوي كام؟ 15. واضحه كده؟ يبقى الاس اللي هو التوتال النمبر هنا اللي بحطه جنب اللين ده التوتال نمبر اوف مايكرو ستيتس. اما الاس ده اللي هو التوتال بحط التوتال نمبر اوف ايه؟ اوف ماكرو ستيت. اما المايكرو دوت اس مايكرو بحط النمبر اللي هو موجود في الايه؟ في الماكرو ستيت اللي انا بتكلم عليه. مايكرو ستيت. مايكرو ستيت. هو كل ماكرو ستيت ليه نمبر معين اسمه ان. يعني لكل ماكرو ستيت. اه تمام؟ عددهم ان اي. اه يعني هو رقم واحد الماكرو ستيت رقم واحد ليه عدد من المايكرو ستيت اسمها ان واحد. الماكرو ستيت رقم اثنين ليه عدد معين اسمه ان اثنين وهكذا لحد اللي هو رقمه اي ليه عدد معين اسمه ان اي وهكذا. ان كابيتال ده التوتال اوف ذيس. التوتال نمبر اوف مايكرو ستيتس. فين المايكرو ده؟ مش ده المايكرو ده اللي هو فور سيرتن ماكرو ستيت زي هنا في الحاله دي. معانا؟ يعني بقول فور سيرتن ماكرو ستيت الماكرو ستيت اللي انا بتكلم عليه تحديدا ده هو ليه كام مايكرو ستيت؟ 3. يبقى هو ده الايه؟ الاس مايكرو. لكن كتوتال بقى بحط التوتال نمبر اوف مايكرو ستيت كلها. انا بقول هنا فور يعني شوف حتى التعريف اللي هناك فور بارتيكولار ماكرو ستيت. هنا البارتيكولار ماكرو ستيت او فور جيفن ماكرو ستيت هو ليه كام مايكرو ستيت؟ 3. اه كل واحده كل واحده ليها 3. طب انا سميته اس مايكرو. كان المفروض اسميه اس دوت. كان المفروض يعني انا كاتبه عليها اس اس مايكرو. لما انا المفروض ان يعني اس بس عشان عشان الرقم بتاع المايكرو ان اي اللي هي سمول. يعني كان المفروض يعني انا زي ما فهمت المفروض ان احنا نعوض عنها بي اي على ان كابيتال مش الان كابيتال بس. المايكرو هنا هو عدد المايكرو ستيتس يعني اللي هو النمبر اللي هو بعد اللين اللي هو الاوميجا ده عدد المايكرو ستيتس اللي موجوده في 1 ماكرو ستيت. عدد المايكرو ستيت اللي موجوده في حضرتك سميتها اس مايكرو. ايوه اس مايكرو هنا ده القانون بتاع الاس توتال هو برده سايع عن الاس مايكرو والاس اللي هي الاوبزرفر. الاس توتال ده باخد التوتال نمبر اوف مايكرو ستيتس كلها اللي موجوده في السيستم ككل. For all macro states باخد كل المايكرو ستيتس عشان كده بسميها اس توتال. لكن اس مايكرو ده معناها ان انا باخد النمبر بس اللي هو موجود في سيرتن ماكرو ستيت. باخد عدد المايكرو ستيتس اللي موجوده في ايه؟ في 1 ماكرو ستيت.
2 وده فيه 4 وده فيه كده. ما قلنا بعمل صم على كله عشان اجيب التوتال، بعمل صم على كله بشوف التوتال نمبر اوف مايكرو. تمام، هقول اس 1 اس 2 اس 3 لكل ماكرو ستيت هطلع له اس. هقول اس 1 ده معناها ده اللي هو الانتروبي فور ذا فيرست ماكرو ستيت، اس 2 فور ذا سكند ماكرو ستيت وهكذا. انا قلت انا عندي 2 ماكرو ستيت، 3 مثلا 2 فيهم 5 و3 فيها 4. اكتب اس 1 واكتب لهم 4 واكتب اس 2 ولهم 4 كامل، اس 3 في الحالة دي الاس بثلاثة، الاس الأوميجا هنا بتساوي ثلاثة. يعني هنا خلينا في المثال اللي هو زميلكم بيقوله، عندنا كام ماكرو ستيت؟ ثلاثة، يبقى في 3 ماكرو ستيت. الماكرو ستيت الأولاني في كام ستيت؟ في خمسة، خمسة مايكرو ستيت. والثاني في خمسة. والثالث في أربعة. تمام؟ تعال بقى نكتب إيه؟ دلوقتي الاس مايكرو، تمام؟ اس مايكرو، بس ما ينفعش اقول كده اس مايكرو على طول، لا، اس مايكرو للايه؟ للاولاني. تمام؟ هيساوي كام؟ هيساوي كي بي لين 5، وبرضو اس مايكرو بالنسبه للثاني هيساوي كي بي برضو لين 5، وبالنسبه للثالث وهكذا هيساوي كي بي لين 4. تمام؟ طب بالنسبه بقى للتوتال، اس توتال هتساوي كام؟ هيساوي كي بي ها لين دولت كام؟ 14 لين 14، صح؟ طيب اس بقى اللي هي الميجرد دي هتساوي كي بي لين كام؟ لين 3. تمام، لان هما 3 ماكرو سيتس بس كده. 14 ده التوتال نمبر اوف مايكرو ستيت. زي هنا بنقول اس توتال بتساوي كي بي لين ان. اس توتال مايكرو ايه؟ اس توتال مايكرو؟ اس توتال فور ذا توتال مايكرو ستيتس اللي موجوده في السيستم ككل. اللي هي بتجمع تحتها مش انا المفروض باخد الكي بي وبجمع اللي هنا؟ باخد الكي بي اعمل مشترك واجمع اللي هنا؟
5 او 3 في 5 التوتال نمبر كام؟ 15. نفس الكلام هنا تمام. هو انا هنا لما عملت بتاع ده لما عملت كده ده معناها ايه؟ ده معناها الخمسه ده، خلي بالك معايا، ده الخمسه ده النمبر مش اللي موجود هنا اهوت تمام. ده النمبر اوف ماكرو ستيت. احنا المثال ده كان كده، كان هما خمسه ماكرو ستيتس وكل واحد كان فيه ثلاثه تمام. فده نمبر اوف ماكرو ستيت، انا بعايزك معهم بس بجمعهم بطريقه تانية تمام. ده بقول ده نمبر اوف ماكرو ستيتس، وده سوري ده النمبر اوف ايه، نمبر اوف مايكرو ستيتس ان ايتش ايه، ان ايتش ماكرو ستيت. السؤال بقى دلوقتي جه، طب لو هم اصلا مش ايكوال، يعني مش كل ماكرو ستيت فيها نفس النمبر من المايكرو ستيتس، بقول خلاص يبقى نجمعهم، هنجمعهم بقى بايدين، يبقى 5 زائد 5 زائد 4. لنا 14 بقول هيبقى في الحاله بتاعتنا ديت هتبقى كي بي تمام. هنا نمبر اوف مايكرو سيس لين 3 نمبر اوف مايكرو سيس تمام بلس ممكن في الحاله ديت ثواني، ممكن في الحاله دي اخد الافرج بتاع الاس مايكرو، يعني اللين اللي انا هكتبه هنا اهوت تمام. هو ده هيبقى جاي من الايه، اللين بتاع الايه، الافرج بتاع اس مايكرو. طيب احنا قلنا ايه، السيستم كان بي اكزيست ان ايه، ان في عندنا الاول في مايكرو سيتس، المايكرو سيتس ديت ايكوالي لايكلي السيستم كان بي اكزيست ان اني وان اوف ذيس، وليهم نفس البروبابيلتي تمام. فبنقول في المايكرو سيتس ديت هي ممكن ان احنا نجمعها نعمل منها جروبز، الجروبز الكبيره دي بنسميها ماكرو ستيت، زي الحاله اللي احنا قلناها مثلا في حاله الكوينز، ان احنا لو عندنا 3 تيل وان هيد تمام، كل الستيتس كل المايكرو ستيتس اللي هي بيبقى فيها 3 هيد وان وان تيل ده بنسميها ماكرو ستيت. فكل ماكرو ستيت بيبقى تحتيها عدد معين من المايكرو ستيتس. يعني هل السيستم ممكن يتغير لوحده من ماكرو ستيت للثانيه ماكرو ستيت؟ احنا دي شرحناها امبارح بالتفصيل، قلنا ان دلوقتي ان الموست لايكلي ماكرو ستيت هو اللي بيحتوي على اكبر عدد من المايكرو ستيتس معايا. بس طبعا ممكن السيستم ان هو يبقى موجود في اي حاجه، زي ما قلنا هو السيستم اصلا المفروض بيعمل اكسبلورنج على كل المايكرو ستيتس، يعني سبيند ايكوال تايم ان اول ذا مايكرو ستيتس، بيبقى في كل مايكرو ستيت بيقعد وقت معين تمام، كلهم زي بعض. فطبعا هو قضى اكتر وقت فين؟ في الماكرو ستيت اللي ليها اكبر ايه؟ اكبر نمبر معايا؟ فعشان كده هو ده بنقول ده الموست لايكلي ان انا لما اعمل ميجرمنت الاقيه موجود فيها، لكن ممكن اعمل ميجرمنت ويكون في هو نفسه دلوقتي في التايم بتاع اي مايكرو ستيت ثانيه. واضحه دي ولا لا؟ يعني دلوقتي لو احنا عندنا مثلا 3 مايكرو ستيت والثلاثه دي كل واحد فيه ده 3 ماكرو ستيت وكل واحد هنا فيه عدد كبير من المايكرو ستيت، احنا بنقول السيستم هيقعد وقت يعني equal time in each micro state، يعني السيستم هيقعد هنا زي ما هيقعد هنا زي ما هيقعد هنا وهكذا، هيعمل exploring على كل المايكرو states. بس نفترض ان في ماكرو ستيت معينه فيها عدد كبير جدا من المايكرو ستيتس، يبقى دلوقتي most likely لما اجي اعمل measurement الاقي السيستم ايه؟ موجود في الماكرو ستيت دي، لان هو بيقعد وقت اطول قوي في الايه؟ في المايكرو ستيتس اللي هي بتاعه الماكرو ستيت دي.
فدلوقتي هوفلي او ان هي في probability اعلى ان انا لما اجي اعمل ميجرمنت الاقي السيستم موجود هنا. لكن هل دي فوربيدن؟ لا مش فوربيدن، ممكن السيستم يكون موجود هنا او هنا، ممكن لما اجي اعمل ميجرمنت الاقيه في اي حته. بس بقول probability الاعلى ان انا الاقيه فين؟ ان انا الاقيه في الماكرو ستيت اللي هي بتحتوي على الماكسيمم او بتحتوي على الجريتست نمبر اوف مايكرو ستيت. معايا؟ دي باجي عند كل ماكرو ستيت وبشوف عدد المايكرو ستيتس اللي هو تحتيه كام. تمام؟ فهنا ده الماكرو ستيت كان تحتيه 5، ده الماكرو ستيت المايكرو ستيت ده او الماكرو ستيت ده كان تحتيه برده 5 وهكذا. ايوه دي الميجر اللي هي النمبر اللي انا بحطه هنا، ده النمبر اوف ماكرو ستيتس. انا بقول هو عندنا ماكرو ستيتس، عدد من الماكرو ستيتس يساوي 3 ماكرو ستيت. لين ماكرو لين ذا نمبر اوف ماكرو ستيتس. تمام؟ لان الماكرو ستيتس او الماكرو بروبرتيز دي سهل انا اقيسها، يعني انا اقدر. لكن هل المايكرو زي ما قلنا امبارح ان في المايكرو سكيل ما بقدرش اقيس. ماشي؟ برضو تاني عشان بس الكونفيوجن اللي حصل هنا. هنا في الحالة ديت هو القانون ماشي ستيل، هيبقى في حالة ان كل ماكرو ستيت ليه different number من المايكرو ستيتس، ممكن هنا هو اجيب الايه؟ اجيب الافريج بتاع المايكرو ستيت. لكن مش هقول ان انا هجمع لين مش عارف 5 زائد لين 5 زائد لين 4. اجيب الافريج بتاعها. اه بالظبط. لين اوميجا، اوميجا دي توتال مايكرو، توتال نمبر اوف مايكرو. ده التوتال، ده بالنسبه للمايكرو هحط انهي، احط انهي نمبر؟ اللي هو 14 اللي هو 5 ده ده التوتال. لكن هنا وانا بحط هنا احط اي نمبر؟ يعني الاس مايكرو هيساوي كيلو. انا بس عشان اقول ان القانون ده صحيح وانا دلوقتي بعوض عن الاس مايكرو احط اي نمبر؟ اها اس مايكرو هيساوي كيلو دي كبير افتح قوس 4 زائد 5 زائد 5 اللي هو نمبر. لا هجيب الافرج نمبر بتاع الكلام ده. هجيب الافرج نمبر بتاع ال 5 زائد 5 زائد 4، شوف الافرج بتاعه كام وهو ده النمبر اللي هحطه جنب الليل. تمام؟ يعني في 14 افرج بتاعهم 7 ونص. 14 على 3 عشان 14 على 3 هتلاقي 4 وايه 4 و8 و10 هو ايه ده؟ ده التوتال. لكن هنا في الاس مايكرو لما اجي احطها هنا في القانون احط اي واحد، احط 5 ولا 5 ولا 4 اقول احط الافرج بتاعه. هجيب الافرج بتاعه وانا بكتب هنا في القانون لو بكتب اس مايكرو، عايز اس مايكرو بقى على بعضها لكل الايه؟ لكل الستيتس. تمام؟ مش هجمع بقى، لا انا هجيب الايه؟ الافرج نمبر اللي هو بتاع كل الايه؟ اللي هو انا يبقى بقى كلمه بقى الافرج نمبر في مايكرو ستيتس الايه في مايكرو ستيتس. على الايه؟ على المايكرو ولا في حاجه ما بقدرش اقيسها؟ اللي هي الايه؟ المايكرو. بس دي بتؤثر برضه معايا. بس دي ما بقدرش اقيسها. لكن الميجر اللي انا بقيسها هي ديت الماكرو اللي هي الاس ماكرو. قايم من الثمانية يعني. انا لو قريتش يعني لو كده بس هقول لو قعدت كلهم كده هو هو الماكرو. يعني هو هيقول لي مثلا لو عندي ثلاثة ماكرو فيهم كل واحد خمس، فلو قعدت مع الخمسات ديت كلهم خمس ثلاثة ليه ما احسبش اوميجا ايوه ده التوتال ده مش الميجر. ده التوتال ده في جزء من اللي هي المايكرو انا دي ما بقدرش اقيسها. مش مستحيل ما اقدرش نتزن البسيط. طيب معلش خلينا طيب بعد
تمام. قلنا الاس توتال هيبقى كي بي لين ان، قلنا كابيتال ان دوت اللي هي توتال نمبر اوف مايكرو ستيتس اللي موجوده في السيستم كله. طيب تعال نشوف بقى الاس مايكرو زي ما كنا لسه بنقول، هطلع الافريج فاليو بتاعتها اللي هي هسميها اس اي، حيث اس اي دوت زي ما احنا لسه قايلين الاس اي هي كي بي لين ان اي. يعني زي ما انا لسه قايل هنا اهوت مثلا زي الاكزامبل ده اس اي، يعني قلت اهو اس واحد اس مايكرو واحد هو ايه كي بي لين 5. ايه الخمسه دي؟ عدد المايكرو ستيتس الايه الموجوده في الماكرو ستيت رقم واحد وهكذا. فهنا بقول اس اي يعني اس مايكرو اي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن كي بي لين ان اي، حيث ان اي عدد المايكرو ستيتس اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الماكرو ستيت اللي هو رقم اي. واضحه كده؟ طيب الافريج بتاعه بقى هيساوي كام؟ زي ما احنا عارفين الافريج بتاع اي حاجه بقول سميشن على الاي بي اي، ها بي اي اس اي. تعالى بقى نعوض في الاس توتال، او خلينا نجيب بقى الاس اللي هي الميجرد على طول عشان دي اللي هنتعامل بيها بعد كده، هتساوي اس توتال ماينس اس مايكرو. الاس توتال كانت بتساوي كام؟ من هنا كي بي، هاخد انا الكي بي ده كومن، هتبقى كي بي لين ان تمام، ماينس هنا خلينا ده برضو ايه نختصره عشان نحطه على طول، هنا يبقى ده صم على الاي بي اي، والاس اي قلنا بيساوي كام اهي، يبقى ده كي بي لين ان اي. فممكن من هو تاخد الكي بي كومن، هنا التوتال بتساوي كي بي في لين ان اهي، اللي هي المايكرو هتساوي هنا هو هيبقى فيه صم على الاي بي اي لين ان اي. واضحه لحد كده؟ طيب لو انا كتبت كده، لو انا كتبت كي بي وخدت انا الصم على البي اي خدته مشترك وجيت كتبت كده لين ان ماينس لين ان اي، هل ده في حاجه ولا في مشكله؟ ها خلينا في الطرف اللي هو الطرف الشمال ده تمام، الترم اللي هو الاولاني ده احنا عندنا هنا اهوت مفيش اي حاجه ثانيه، مفيش اي اندكس هنا للايه، مفيش اي حاجه ليها اندكس اي ثانيه، فهي بس هتبقى جاست ايه صم على البي، وصم على البي بيساوي كام؟ واحد، فده ما فيهوش مشكله. اما الثاني انا ما غيرتوش، انا بس ايه خدتها بره. واضحه كده ولا لا؟ يعني لو جينا فكينا ده هلاقي ان ده مكتوب صم على الاي بي اي في لين اي، في لين ان سوري، في لين ان، واحنا هنا ما عندناش اي حاجه دلوقتي ليها الاندكس اي غير البي، فصم على البي بيساوي كام؟ واحد. اما الترم الثاني اهو زي ما هو فوق كده. كده في مشكله؟ طيب هنا ديت ممكن اقول من البروبرتي بتاعت اللين ان ده ممكن اقول ان ده بيساوي ماينس لين ان اي على لين كابيتال ان، يعني ده هيساوي ماينس، هاخد ماينس بره كي بي صم على الاي بي اي، وده هيبقى عباره عن لين ان اي اوفر ان. لين ان اي اوفر ان ده عباره عن ايه؟ لين بي اي، ده عباره عن ايه؟ لين بي اي. فممكن كده يبقى الانتروبي في النهايه هيبقى اللي هو الميجرد انتروبي هيساوي ماينس كي بي في صم على الاي بي اي لين بي اي. يبقى ده الانتروبي هيساوي ماينس كي بي صم على البي اي لين بي اي، حيث الـ PI هنا هو زي ما قلنا ديت الـ probability للسيستم ان هو to find itself فين؟ في ايه؟ مايكرو ولا ماكرو؟ لا ماكرو ستيت اسمها اي، ماكرو ستيت في الماكرو ستيت رقم اي، لان ده بنقول measured تمام؟ يبقى ديت PI is the probability to occupy
اللي هو الايه الايس مايكروستيت. ايس مايكروستيت يعني دي البروبابيليتي ان المايكروستيت اللي هو رقم اي ان هو يبقى اوكيوبايد. ماشي. نشوف مثال كده. ده شابتر 14. هو الكتاب متقسم جزئين. الجزء الاولاني اللي هو البارت 1 ده كله عن الثيرموداينامكس، بس كان فيه اللي هو الاول تو شابترز اللي احنا خدناهم اللي هو 3 و4، ده كان على البروبابيليتي والبولتزمان ديستريبيوشن. بعد كده باقي بقى الشابترز اللي هو من اول شابتر 19 هي دي الاستاتستيكال ميكانكس، بس احنا برضو بندي بعض الحاجات اللي احنا برضو ايه هنستخدمها بعد كده. يعني كل ده احنا لسه ما دخلناش في الاستاتستيكال. طيب هو هنا عايز الانتروبي بتاع سيستم ليه اوميجا ماكرو ستيت، يعني عدد الماكرو ستيت دلوقتي اوميجا، اوميجا ماكرو ستيت. والبروبابيليتي اوف ايتش ماكرو ستيت هنسميها بي اي. تمام. البي اي هنا هتساوي كام؟ لا هو عندنا خمسه ماكرو ستيت كلهم ايكوالي لايف، كلهم ايكوالي لايف بالظبط. يبقى هنا البروبابيلتي بتساوي كام؟ 1/4. تمام. عندنا اوميجا ماكرو ستيتس كلهم ايكوالي لايكلي. تمام. يبقى البروبابيلتي بتاع كل واحد فيهم 1 اوفر اوميجا. عاوز الانتروبي. هنا بيقول لي ايه فايند الانتروبي بيساوي كام باستخدام الريليشن اللي هي اخر واحده جبناها اللي هي ان الاس بتساوي ماينس كي بي سم على الاي بي اي لين بي اي. ها دي هتساوي كام؟ يبقى هتساوي ماينس كي بي سم على الاي من واحد لحد اوميجا. ها البي اي بتساوي كام؟ واحد على اوميجا فلين واحد على اوميجا. السم ده بيطلع بيساوي كام؟ خلي بالك انا بجمع هنا اوميجا من المرات، بجمع اوميجا من المرات معناه ان انا اكني بعمل ايه تايمز اوميجا صح؟ لا يبقى اوميجا على اوميجا هي اللي هتساوي واحد. يبقى كل ده هيساوي ايه؟ هيساوي لين واحد على اوميجا. تمام. طيب هنا الماينس ده مع اللين ممكن ايه يعني ده ممكن اكتبها كده كي بي لين ايه لين اوميجا. لو انا بعمل مثلا صم مثلا على حاجه كونستانت اللي جوه ده ايه اوميجا ده ايه
نمبر تمام ده نمبر جاست نمبر فيكسد نمبر تمام كونستانت تمام مش حاجه ليها اري او حاجه ليها اندكس وبرده ده نفس الكلام فكل ده جاست نمبر اكن انا بعمل مثلا سم على النمبر 5 بعمله من i equal 1 ل i equal 3 ده equal كام لا ده equal 15 بعمل 5 زائد 5 زائد 5 هو بيقول لي اعمل 5 تمام زائد 5 زائد 5 مفيش هنا اي i ولا اي حاجه تمام نفس الكلام هنا هو بيقول لي اعمل ده اوميجا من المرات فاكني بعمل ده ايه تايمز اوميجا يعني كل ده تايمز اوميجا فاوميجا اوفر اوميجا خلاص بقى ايه لين واحد على اوميجا فكده طلع برضو الاس بيساوي الايه نفس القيمه اللي احنا مطلعينها هناك اللي هي كي بي لين اوميجا بس اوميجا بقى في الحاله دي ده نمبر اوف ماكرو ستيتس يعني ده نمبر اوف ماكرو ستيتس فالميجر انتروبي هو بيعطى برضو بنفس العلاقه اللي احنا جبناها هناك بس الاوميجا هنا هي النمبر اوف ايه اوف ماكرو ستيتس ده 14/6 خلاص في بقى نكمل كده ولا